معنا في الاستديو محمد والسفاح محامي وعضو هيئة الدفاع عن محاكمي إيران. بداية نضعنا في صورة آخر المعطيات بشأن مجريات جلسة المحاكمة التي انطلقت يوم أمس. شكرا. هذه الجلسة استنفذت يوم أمس بعد أن علقت الأسبوع الماضي على أساس انسحاب الدفاع نظرا لرفض المحكمة لطرح أسئلة على المتهمين. وبالأمس سمحت المحكمة للمحامين بطرح أسئلتهم كما تفرض ذلك المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية، واستنفذت الجلسة في ظروف عادية واستنطق باقي المتهمين وطرحت الأسئلة ورافع وقدمت النيابة طلباتها، ثم توالى الدفاع وانتهت هذه المحاكمة. لكن بماذا تفسر تأخر نطق الحكم؟ على كل حال المحكمة في بعض القضايا تجعل القضية في المداولات وتنطق بالحكم بعد فترة وجيزة، وفي بعض القضايا يكون النطق بعد أسبوعين أو اثنين أو ثلاثة أو شهر، وهذه ظروف أمور عادية. فقط أريد أن أسجل هنا أن ما لاحظناه اليوم هو والأمس هو منع الجمهور من دخول القاعة رغم أن الجلسة مفتوحة، وهذا ما نبهنا عليه المحكمة وطالبنا بأن يدخل الجمهور هذه القاعة وأن يكون حاضرا شاهدا لما سيجري من مجريات، خاصة وأنها محكمة مفتوحة وغير مفتوحة على مصراعيها، ويجب أن يسمح للجمهور بدخولها. بما تفسر منعهم أو يعني هل تتوقعون أن تختلف الأحكام في حالة صدورها عن الأحكام التي صدرت على قيادي إيرابي روسو؟ أن التهم شبه متبادلة. على كل حال التهم هي التهم، وأؤكد لك أن هذه الملفات سواء ذلك الذي في روسو وهذا الملف الذي عرض اليوم ملفات فارغة منعدمة الأدلة، من الطبيعي أن يكون الحكم فيها البراءة، وهذا ما طالب به الدفاع. أنصار إيرا يعتبرون أن للمحاكمة بعدا سياسيا وأن ما قام به زملائهم لا يستوجب المحاكمة، هل تعتبرون أن أنتم كهيئة دفاع عن التهم الموجهة لموكلكم لا تدين من الناحية القانونية أيضا؟ أبدا لا تدين من الناحية القانونية، هي تهم لم تقدم النيابة عليها أبسط دليل. هنالك ثلاث تهم: تهمة تتعلق بالانتماء لجمعية غير مرخصة، أخرى تتعلق بتجمهر، آخر تتعلق بالتحريض. جميع هذه التهم التي قدمت أمام هذه التي على أساسها سيق هؤلاء المتهمون أمام المحكمة لم يتم تقديم أي مبرر عليها، فلا أدلة لا شهود لا تسجيلات لا دليل يمكن أن يتم على أساسه إدانة هؤلاء الناشطين الذين تمت محاكمتهم. طيب هل هناك دليل يثبت العكس؟ نحن في الدفاع نؤكد أن هؤلاء براء مما نسب إليهم، ولا أدري، نحن طلبنا البراء متأكدين منها مقتنعين بها، وكذلك كان الحال في روسو، وفاجأنا الحكم بصدور سنتين نافذتين على موكلنا هنالك. يعني أنتم قدمتم أدلة عكس قدمنا أدلة دحضت التهم ونسفت ما قدمته النيابة. كيف وعلى ما اعتمدتم؟ اعتمدنا على أن الأصل البراءة وعلى أن النيابة لم تأتي بجديد ولم تقدم أي دليل على اتهامها. طيب في حالة صدور حكم بغير البراءة هل تعتبرون المحاكمة غير عادلة؟ طبيعة الحال طالما أن هنالك أن التهم واهية وأن لا أساس لها إذا ما تمت الإدانة، فهنالك أمور غير طبيعية، ونحن سنستخدم الإجراءات القانونية لذلك. إذا كان الحكم بالإدانة بطبيعة الحال سنستأنفه كما استأنفنا قضية الحكم الصادر في روسو قبل شهر من الآن. وماذا تبقى الآن من المحاكمة؟ ماذا تتوقعون بعد هذه الجلسات؟ بالنسبة لهذه الجلسة الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية انتهت قضية اليوم في هذا الملف، على الأقل جعلت قضية المداولات لنطق بها يوم 12 في الشهر المقبل مارس، ونحن ننتظر الحكم الآن إن شاء الله. إذن محمد السفاح المحامي وعضو هيئة الدفاع عن محاكمي مبادرة إيرا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.